بهذه الويلات والدموع ودع أهل الضحايا موتاهم إلى مثواهم الأخير بعدما نقدم ولدهم الذي يبلغ من العمر 12 عاما على ارتكاب جريمته المروعة، وذلك عن طريق إطلاق النار عليهم عن طريق الخطأ أثناء لعبه بقطعة سلاح كان يمتلكها والده، حيث إن هذا الحادث المأساوي يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول خطورة الأسلحة النارية داخل المنازل. الحادث اللي صار عرضي لا أكثر ولا أقل، موضوع غلط، طفل عمره 12 سنة لا متمرس على السلاح، وانت تعرف بيوتنا بيها سلاح زين، فهو اللي على الظاهر يعني خايف مرتبك ما عرف، وثارت بندقيته قتل ابوه لا أكثر ولا أقل. يعني لا الولد مخمور، أرجع وأكررها لك، لا مخمور ولا طالع من الطريق. الناس احنا متعجبين شلون يعني سحب التوقه، ما تنسحب يعني، طفل هو يعني 12 سنه شلون سحبه شلون، يعني خبرونا بالليل احنا شفنا الحادث، الابو اول ما اجت هنا الطلقات كنا ابو هنا كنا طاقته هنا ومتعدين ابوان على امه، هو طفل يعني رايح بيده التوقه. اثار الحادث موجه من الغضب والحزن داخل البصره، حيث دعا الكثيرون الى اتخاذ اجراءات عاجله للحد من انتشار الاسلحه داخل المنازل والمطالبة بتجديد القوانين والتشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة التي أصبحت مطلبا جماهيريا لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في كل يوم. ندعي كل أخوتنا شيوخ العشائر والوجهاء لإبعاد السلاح عن هاي الشباب اللي طائشة. فهسه ليش حدث عندنا حادث؟ بسبب اللي عمره 12 سنة وبندقية موجودة وقتل عائلة كاملة، هسه لو يعرف بيها هو ما يقتل لا واحد بيه ولا يجي وصلها، بس احنا ندعي كل العشائر وكل الناس الخيرة ابعاد السلاح عن الشباب. الحادث المؤسف الذي اودى بحياة العائلة بسبب سلاح ناري غير مؤمن يسلط الضوء على اهمية الوعي بمخاطر الاسلحة النارية داخل المنازل والحد من السيطرة عليها ومنع تكرار مثل هذه الاحداث. حادثة مقتل العائلة في البصرة ليست الأولى من نوعها، لكنها تدق ناقوس خطر انتشار الأسلحة المنفلتة داخل المنازل والتي باتت في متناول الجميع. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.